فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كنا في مكان أو إذا كنا في أرض لا يوجد فيها مكان لحفظ بقايا الطعام من الإهانة، فهل نقوم بإحراق هذا الطعام المتبقي؟ اجمعوه في كيس واحملوه معكم إلى مكان مناسب. نعم، إحراقه إتلاف له إذا كان ينتفع به، لا يجوز إحراقه. أما إذا كان هذا الطعام قد فسد ولا ينتفع به فلا بأس بإتلافه. نعم.